إدلب سقوط صاروخ أرض أرض على المزارع المحيطة بقرية كورين 24/6/2013. الدمار الذي خلفه الصاروخ جراء سقوطه على الأراضي الزراعية المحيطة في البلدة. السلام عليكم أخي، لو تحكي لنا على القصف اللي عم تعرضوا له. والله عم نتعرض لقصف كتير شديد يا عين عمك، كتير شديد. ديك تركنا الضيعة، قصفنا البيت حرقوا وهدوا، تركنا الضيعة وجينا لهون بركنا في البرية عنا أرض، ما تركنا الأرض. قصف مستمر علينا، ضرب صاروخ أرض أرض، قالوا له هذا أرض أرض يا عين عمك. ليك أرض زيتون تفرج، ليك ابن الدنيا ما بيعرف فيها هدى حصانه. لهوني قال نازحين بالضيعة، ما بقى بيترك لنا محل فاضي يا عين عمك. طيب ملاحظ البناء انه متضرر كثير، ليش تم بارك هوني ما نزحت كمان منه؟ وين بقدروا لك يا عين عمك؟ هاي ارض جدودنا وبدنا نتم فيها باركين لقيام الساعة. لقيام الساعة بدنا نتم باركين هون، وإذا ما بيتم منا بشر بدنا نتم باركين ومتشبسين بأرضنا. هاي أرض جدودنا ينزحنا منها يعني؟ طيب نحن لاحظنا الأضرار المادية هون المحيطة باقتلاع بعض الأشجار والضرر اللي صاب البناء، بس الأضرار البشرية تحكي لنا عنها؟ والله الحمد لله، الله سلم الشباب، سلم الأولاد كلهم كانوا بالمرجني باركين نازحين هوني، يعني تكسر البلور وقفص الحصان، بس الله الحمد لله من عنده، جروحة بسيطة طفيفة. كم عائلة أنتم باركين هون نازحين في ال باركين؟ بيجي 10 عائلات باركين نازحين. إنه هون برا الضياع، ما تم عنا بيوت، باركين هون، ما بقى بيتركنا. ما انخلق المجتمع الدولي، عم بيخلق كثير، عم بيخلق كثير، يفرجها الله. بحب أقول له لبشار نحن هون صامدين بإذن الله تعالى، صامدين صامدين بإذن الله. لو ما بتم لا حجر ولا سجر ولا أرض ثمانين فيها هون باركين. بيقول ارهابيين، هذا زيتون وسجر، هذا كمان ارهابي، هذا الزيتون هذا ارهابي كمان، هذه زيك زيك هون. من قوة الصاروخات. الله يحميكم يا اخي، الله يحميكم. الله يخليك، الله يسلمك، الله يحميكم يا عين عمك. ما والله هذا ما عاد يضربنا. لك عين عمك روحه ترى عاد يضرب، عاد يقطف روحه. هاي هاي جوره هون طمرناها، كانت غمقتها 3 4 متر، 3 متر غمقتها طمرناها. زيتوني كان في شارع هيك ضرب هذا. الله يعطيك العافية يا حجي. الله يعافيكم يا عين عمك، الله يعافيكم.